باسم الله غدت مصر آمنة مطمئنة، باسم الله مضت مصر شامخة أبية، باسم الله ترعاك يا مصر أياد فتية، باسم الله تعلو رايتك كل البرية. السيدات والسادة أولياء أمور الخريجين، يطل علينا في ساحة الاحتفال أبناؤكم يتقدمون صوب المنصة حاملين علم مصر الحبيبة، رمز رفعتهم وكرامتهم، استعداداً للاستئذان لبدء مراسم التخرج. يتقدم الآن قائد طابور العرض للاستئذان في بدء مراسم التخرج. تمام يا فندم، لواء محمد أبو الخير قائد طابور العرض العام، أستأذن في بدء العرض. تفضل يا فندم. طابور خريجين يستعد للمرور بالاستعراض في هيئة كل طريق بمسافة 10 خطوات بين المجموعات. معتادا مرش. السيدات والسادة أولياء أمور الخريجين، تزدان بوابات أرض الاحتفال الآن بأبنائكم الخريجين، ويتقدم الخريجين زملاؤهم حملة الأعلام، ويظهر علم مصر الحبيبة، ومن خلفه أعلام الدول العربية والإفريقية التي يدرس أبناؤها بالأكاديمية هذا العام، وهي أعلام دول تشاد، تنزانيا، جيبوتي، جنوب السودان، جزر القمر، رواندا، ساو تومي، السودان، سيراليون، الصومال، إفريقيا الوسطى، فلسطين، كازاخستان، الكاميرون، الكونغو، ملاوي، ناميبيا، النيجر، حاملين على جباههم علامات من حضارة مصر العظيمة، في دلالة على أن مصر تتسع لكل الأشقاء والأصدقاء، ويتوسط علمي أكاديمية وكلية الشرطة علم الأكاديمية العسكرية المصرية، وأعلام كتائب الطلبة متبعين في خطاهم علم البلاد المحفوظ في قلوبنا. ها هو علم مصر يرتفع خفاقاً في السماء في عزة وإباء، فلنتفضل بالوقوف جميعاً تحية للعلم. طابور خريجي لليمين أرضه. عش كريماً وعزيزاً موطني، وارفع الرايات فوق القمم، إنني أقسمت ألا تنحني أو تعيش الضيم بين الأمم، فسأفديك بروحي طائعاً وسأبقى رافعاً للعلم.
بابور خارجي للأمام. انظر. يتفضل السادة الحضور بالجلوس الآن. مشاركة من طلبة السنوات الدراسية المختلفة لزملائهم الخريجين، فقد سطروا بأجسادهم على الشباك في المواجهة كلية الشرطة دفعة 2024.